خبز يومي. ماذا بقي في وطن أصبح فيه الترهيب؟ خبز وماء يومي. ماذا بقي في وطن أصبح القانون شليخة في رسم شر القلم؟ حرية حرية دولة البوليس وفاق. السبب الأول هو سبب نقابي مهني يهم وضعية المحاماة، يهم ما يتعرض له منذ مدة زميلاتي وزملائي من تضييقات على عملهم ومن انتهاكات لحقوقهم كمحامين ومن انتهاكات حتى لحقوقهم كمواطنين. المحاماة للأسف الشديد تتعرض لهجمة ممنهجة من طرف السلطة السياسية الحالية. نحن وصلنا إلى درجة أنه أصبح المحامي ينوب في ملف الوكيل العام أو من ينوبه أو قاضي التحقيق يقيد له حتى يعني حقه في زيارة معنا منوب، وهذه حالة معمرنا ما شهدناها وتنم على يعني إرادة واضحة لاستهداف المحاماة والمحامين. أنا كما تعلمون كنت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتم إقالتي بطريقة معيبة وغير قانونية منذ تقريبا 4 سنوات، وهذا معناها الناس الكل تعرف خلفيات هذه معناها الإقالة وأسبابها الحقيقية. ومنذ ذلك التاريخ وأنا أتعرض إلى هرسلة متواصلة وإلى استهداف ممنهج من طرف زاد كذلك للأسف السلطة السياسية ومن طرف أجهزة الدولة، هرسلة جبائية، الاعتداءات علي وعلى أفراد عائلتي، الوضعي في الإقامة الجبرية وذا زاد الناس الكل تبعته معناها وتعرفه بطريقة زاد كذلك ظالمة وغير مبررة. وبطبيعة الحال تواصل الشيء ذا باستهدافي عبر معناها تقييد حقي في السفر. Thank you.